أنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرضية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة نفعت من مقامكم وعزلتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية فاطمة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمر. ولعن الله متان أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك. فعسل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك بالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم وذنب لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساركم مع إمام هدى ظاهر ناطق الملاق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمسابقكم أفضل ما يؤتي مصابا مصيبته مصيبة مع أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية بن عاكلة الأكباد العين بن العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وخفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحات به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام والشايعات وبايعات وتابعات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله ناقل العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اللهم قص عنك اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم الان يزيد قامسه والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد بن شمر وعلى ابي سفيان على زياد وعلى مروان الى يوم القيامه اللهم لك الحمد عند الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله العظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم البرود ثبت لي قدم ستين عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مين الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا شهزادي فاطمه ما سمعتم سلام الله عليك ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولاي صاحب الاسر والزمان